إيتاء المرأة في الدبر بطلب منها عند السيد السيستاني بطلب منها ليس حرام. عزيزي في أي كتاب؟ في أي كتاب؟ هذا الكلام في أي كتاب؟ دليني الكتاب. لا تقل لي مطلب علمي، اعطيني كتاب. اللي عليه صيام قضاء واجب يسارع؟ نعم نعم واجب. عزيزي الحيدري قاصر، الحيدري غير قادر. أنا ثبت لي بعد مراجعة 20 كتاب كتبها بنفسه أنه ليس قادرا على الكتابة. الحيدري ليس مؤلف، الحيدري مجرد ناقل، ناقل وبدون أمانة، وأنا أثبتت ذلك، وهذا الكلام سأثبته في تأليف، سأؤلف كتابا عن سرقات الحيدري. وألف بعض الأخوة عن هذه القضية ترس في سرقات الحيدري قبل أكثر من 6 سنوات. ما عقيدتكم في أبا بكر وعمر؟ عقيدتنا عقيدة المذهب، أن أبا بكر وعمر أشخاص منحرفون عن الجادة، منحرفون عن الجادة. أحسنت، معد وليس مؤلف. أحسنت جزاك الله خير، معد وليس مؤلف. نعم. يعني هذا البيان أنا استغربت، إنسان يكذب نهارا جهارا، يعني ما هذه الصلافة؟ صلافة. يتحدث عن تقريرات كتب الطلاب الحيدري وأنا لحد الآن ما رجعت ولا كتاب منه، لحد الآن ما رجعت ولا كتاب منه. يتحدث في قضية أخرى غير القضية التي، يعني راجعت 20 كتابا للحيدري كتبها بنفسه، وهذا يقول الكتب التي كتبها طلابه. شنو علاقة هذا؟ هذا تضحك. انت جاي يعني انت جاي. هل هناك مؤلفين او رجال يشبهون قضيتهم كقضية؟ بهذا المقدار لا يوجد عزيزي، بهذا المقدار لا يوجد. هل العرفان يؤثر على المعتقد؟ حبيبي حسب الدخول في هذا المجال، لانه احيانا الناس تاخذ من العرفان الجانب السلوكي فقط، بعض الناس لا، تدخل في قضايا أخرى لا علاقة بالعقيدة. الدخول في القضايا غير الجانب السلوكي اللي هو جانب الالتزام خطر، لأنه في عند أهل العرفان مصطلحات يعني هم يعتقدون بصحتها، العلماء لا يقرون لهم بذلك. أحسنت. السيد كمال الحيدري دخل موسوعة جنس لأعلى نسبة سرقة في تاريخ الإسلام، أعلى نسبة سرقة. عزيزي السحر هو تأثير على عقل الإنسان، على وهم الإنسان وليس عقل الإنسان، وتأثيره على الإنسان تأثير في الواهمة وليس تأثير في الواقع. له تأثير ولكن تأثيره غير مستمر. نعم نعم هي عزيزي أنا لا أقول أن كتب الحيدري ليست مفيدة، ولكنها ليست أفكار الحيدري. هذه الكتب ليست كتب الحيدري، الحيدري وضع اسمه على بعض الكتب ونشرها لا أكثر لها. عليكم السلام ورحمة الله. كتاب فلسفة الدين بعدني ما واصله، جبته لحد الآن ما مراجعه. عزيزي الله منزه عن هذه الصفات الجسدية، الوجه هذا واضح، هذا تجسيم، والتجسيم عندنا مرفوض.
حتى عند السنة مرفوض، نعم عند بعض الوهابية مقبول. ليش خوف؟ شنو خوف؟ ماكو شيء، كانت انا سابة على شنو خاف على نفسي؟ طبعا وين كان جماعته يستعينون بالفاسدين بالسلطه بالعراق على مود يكونون خارج السجن؟ لانه هذا واحد من جماعته اللي اتهم قبل فتره، انما خرج من خلال بعض الفاسدين اللي هم جماعه الدعوه. الحوزات في كربلاء ما اعرف عزيز، يا ريت يكون كلامكم عن قضية الحيدري، لأنه الكلام الآخر يعني مش. حياك الله عزيز، الله يحفظك. عزيزي هذا يسمونه مبحث الصفات الخبرية، الصفات الخبرية عندنا، الصفات الخبرية عندنا كلها منفية عن الله، وإذا ثبتت بنصوص صحيحة فإنها تؤول كما ذكر لك أحد الأخوة. هل الحيدري منحرف العقيدة الآن؟ الحيدري لا يمكن القول بأنه سني أو شيعي، لأن أفكاره الحالية لا هي أفكار شيعية ولا هي أفكار